الفارب سيكين هذا مش تعب الفارب سيكين تكتم جيري اسكت عمار لا لا اسكت عمار اسكت عمار كيما تظل نهار تام واحد في خلاص مش الفرد عنده يعني معنى شنو ترى راجل كبير واحد في النوم هذا زوين انت ما تجي المش يا غيت يعني عتن على الباء والبار يعقب ينسر من المش ويقوم قاضي عنه يعقب يتربو ويقعد عليه قلت له انت ذاك الصبي ليه تم حابسه في البيت مين انت هذا الصبي تربيتيانا ومسؤول عنها وخير له تم مقفوض عليه من ينطراس وانا تربيه قاصد ان نعدل له هذا اياك يفهم على انه المبديه ما يصال حاله ونين تطرسوا وانا ضرب لا يكرد في جوي قلبنا يقرا هذا مو صالح هاي تعقد الصبي اللي عندك هذا ما يتواسى ماله ما يتواسى الطريقه ما تقد صح انا ولدي مالك انت متحاز عليه وحابسه اذا ما يقد صح ماني قابلتها له تعقد ذي الشر عليا تعقدوا باش لي ما يتربيه ولا شيء ماله ما يتربيه ما يتربيه أنا بعد تربيتي وصال حالي وهي هي صالحة عندي وهي الزينة عندي وهي اللي هنعدل ما أنا قابلينها ما أنكم قابلينها ما أنا قابلينها أيوة ما اللي نتعودوا ما أنكم قابلينها لين أطرصوا وراه جا بعد مسؤوليته ما تعني على راسي تعني كلامك آه ويلا عدى المشكلة والله طاح قهرية تعني كلامك أنا وفيت منه ما هو فارو أيوة فارك أمي أيوة فتصنت معه والله فتصنت معه نفتصل معه ويلا طاح قهرية ويلا طاح كل شيء ما ترى يعني مسؤوليته ما تعني فاهمة أيوة تمجيري تمجيري ترجع أنا بعد للها إيه هذاك سوى تعرفني خونة أو خونة أو وهيدا كم مالك أنا عني عاد تلعب عليهم الظلمة مالك بيا لا القفيل الدار مظلمة لا خطرك شوي لعبت ظلمة على عيني عندي لك مفاجأة سارة شنو هي بوبزات عهد أنا وهو علاه منين تولي تربيته كني نهنت بيه التربية عنده هو لاقي شي مربي ديكه ايوا اسمع اسمع اللي نقول له انا مودي نختارك انت تعاهد انا امك نختارك تقبضني ام وتقبضني صاحبه وتقبضني خت ولا تشحد عني شي اسوه هو شنو وعندك من مشكله والله شي مكدر عليك جيني انا افتح لي قلبك وقول لي الخالق ان شاء الله نسمعته ان شاء الله ايوا توف ان شاء الله تبطر قد نقيس اصحابي نمشي نلعب ما عندي مشكله اصحابك انا نختار نعرف اصحابك من هما وهذي الناس اللي تمشي معاها ومنين تدخلوا ومنين تمرقوا هذا شيء عادي تجيني انا ترضع لي كنترول شنو اي والله ان شاء الله ايوه ان شاء الله ما انا كيف تعدل مو شيء صالح ان شاء الله ما عندي خليني انا امي نعاتبك عن تربيتي صالح ان شاء الله لك سمعته وفدا ايوه خليك لي ان شاء الله وباط ما عندي بيه علاقه لك شنو ما عندك ابوك ويلي تم دمعك يا قرته خارج ياسم من الضغوطات كان داير وعلي مسؤولي ترى وتوليت وانا عنك ماني ضاغط عليك ايوه توصل اصحاب شرط تركي شرك شو ذاك زون ايه ودعتك في المولان يحفظك انت جب جب تلفون ها شو جب تلفون جبت لا تلفون حتى برمي جبية منين قاع كانتون كانت في بوشيون راي ايه قيه مني ارى تلفون شنو مالا جايبة روامير انا ايش قلت لك نهار اذا ما قلت لك انا تمشي تجيب لنا شيء احنا عندنا برنامج نهار موسم ايش لين نعدلوا فيه جاي من هون ايش لين نعدلوا نهار موسم قلت لك انا ما رايت الدار ما فيها كي عادوا كي يعيشوا ملادهم في ريل امهم ملادهم يلموهم شنو هي عادوا يلموا تلفون اسمع اللي نقول لك لا تي تقبل نوم الا فايبسات سمعت ماني قابل ني نقول لك جيب لي شيء تجيبوا لي يسوى في السماء يسوى في التراب لا تقول لي ذاك النوع عندنا الليلة عندنا دمه ان شاء الله عندنا الليلة عندنا دمه شيني خلي من النوع من الكابا لا تمنكيني لا تمنكيني ذي دور اسمع لا نقول لك ذي ما هي تلفون ذي ما هي جايب عدلان نص برقرام ما تدور هاي لا بيها خليها يدخل الجملة صاحبي يا قير بشي لو دلنا لشي تدفع لي لو دلنا لشي صاحبي ايه ولا احنا خلاص نرقلي لابوين
نقلي له بويا خلاص ميم روايس وهي شين يجيبان انا لا بدنا نصلحوا بروجرامنا قاص كم يجيب ها قاص كم يجيب ايهم كبير ولا صغير كبير وطيتو بشي يسوى شنو يجيب لنا صاحبي فلتو خلينا نصلحوا بروجرامنا كلاس جميل يا قاصي الو انت منين شل علي حصارتني بالشمس لا البلاصة هيك اللي تعرف جل جاي طلصني اتجنى راسك ناس عن برنامج الليلة قيم جاي صباح صباح كل ان شاء الله زين ان شاء الله صباح زين ما شاء الله الحمد لله خير اكبر اه ايوه انت طوقت شي هذا جويف في العالم جويف كامل ما في شي يابس يابس شنية يابس صاحبي ذا يابس ما العالم جويف كامل جويف شنية جويف كلمة أنا نمشي يقول لك برنامجنا الليلة تقولين عالم جويف آه لو مشيت من عندي بي شو عندنا عدل ها لو مشيت من عندي بي عندنا عدل لا إيه سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم مجرم الله عز وجل شو صاحب أخبارك منه أنت صاحب أخبارك ما تجاوبني لا مودع له شيء مينك مودع له سليمة واحدة أنت لا عاق ولا شنو عندك عنا فين تراش لك بيدي حيتك من دديه خبرك من صافي خلاقه قد من اليخه من عندنا رياف دروايه ما قلعتها منه انت مشنون ورا الله عتب خلك عنه سيبه ما ودع له شي يطيري مينك ما ودع له سبيبه واحده وني تطرح لي هداك درك شوف خانته شي ايش متخايله خانته شي اخر شي اخر شي ايش شنو اسكي اسكي تخرج تو جري اي اسكت حددت شفتني ام اعمار قلت بشي ام ما اسكت عنهم اعمار شتو تراعي فيه شبرت مع راجل ما هو قدو ولو انت جوا عصر تبات معي بالطو قال عنه مدع له روايه اسمع سني هو مدع لي شيء لك ما يعنيني ما يعنيك شنو معناه يا اللهدي ما يعنيني تو ما يعني شنو لا ما هو اللي اقول لك تربيته لا ما يعنيني ايش شنو مجرد. انت انا نتكلم معك جاوبني هذا ما يعنيني قلت لك ماله ما يعني ما يعنيني انت قبالي لين لحقتيني له ربي تربيه صالحه وكيف تربيتي انا مشيت عليها قلت لي اها اها وانك هذا وانك لا تربي انت واني نوفه منه وننقطع منه واني ما تتنسمي ولا نلقيه وانك انت لا تربي تربيه زينه اشبه من تربيتي انا اللي ربيت بيها والفقت عليها وبينك معه ذاك قلت انا خاسر لاك قلت انا خاسر لا قوليها صبي لا تقوليها لاك قلت انا خاسر التربيه تربيه نحن ذاتنا نربوها تربيه مشتركه ما عود زمن عليك انت تربي وزمن علينا ربي ذاك خطا منين ذاك قبيل صا قوليها قبيل قولي نحن يا ضتنا نشتركوا في تربيته لين تشوف انتم معدل شي خاسر انصقوا عنه ونشوف انا مالي معدل شي خاسر ننصقوا عنه يا غير قعدتي وقلت اها انا ما علينا شو وندور نعدل وندور انا نمشي ونتصل معاه وقتلت ولي وعدلت له وخنقته وكذا وقفلت عليه وحبسته هو بينك معاه تو نو انا ما عدلت ليه شفتني خاسر الله انت اللي قلت انت مجري ما عندك طاني لاني جبت الراس